حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من جدة الدكتورة إيمان الأيوبي، أخصائية التغذية ورئيسة قسم التغذية في جمعية تعزيز الصحة. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعتي معنا التقرير، هذه الدراسة التي تتحدث عن هذا الاكتشاف، اكتشاف خلايا تتحكم بالجوع، يعني إذا ما ثبتت صحتها كيف يمكن فعلا استغلال هذا الاكتشاف عن طريق استهداف هذه الخلايا وبالتالي علاج السمنة؟ بداية مساء الخير على الجميع، وأشكركم طبعا وجودي معكم في قناة الآن باستمرار. وطبعا أكيد ما في شك أنه السمنة الآن هي حديث الشغل الشاغل في كل مكان، وطبعا في طبعا كل ما زادت طبعا المؤشرات اللي هي الخطيرة اللي بتأشر أنه في سمنة مرضية وفي سمنة بازدياد كبير بالذات في الخليج العربي. فنحن في دورنا كتغذية طبعا الأدوية وكل ما يختص بعلاجات طبعا نحن طبعا نمنع هذه الأمور، وطبعا كل شيء طبيعي بيكون أفضل بكثير كنظام غذائي و ورياضة، فهذا أهم بكثير من أنه إحنا ناخذ أدوية في الآخر إنه ما يكون لها أسباب طبعاً يكون لها طبعاً أضرار كبيرة. يعني التحكم في النظام الغذائي والرياضة هو أفضل بكثير برأيك. ماذا بالنسبة دكتورة للتحكم بالرغبة في الأكل؟ هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون التحكم في رغبتهم في الأكل، يتناولون الطعام ربما بشكل غير منتظم وغير متوازن، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كيف يمكن تحقيق التوازن حتى في النسبة للرغبة في التحكم في الرغبة بالأكل؟ نعم، هو السلوك الغذائي هو سلوك مكتسب، احنا لم نورث هذا السلوك، ولكن احنا اكتسبناه من البيئة والمجتمع حوالينا، الشخص نفسه اللي عنده سمنة او عنده زيادة الاكل، فهو ممكن يكون نفسي، ممكن يكون وراثي، ممكن وراثي كسمنة يعني مرضي، او ممكن يكون يعني عادات وتقاليد ولايف ستايل، يعني الشخص نفسه هو مو ملتزم. بالنسبة لعملية لموضوع الجوع المستمر، هو بيكون يعني زي ما تفضلت في هرمون السيرتونين في المخ، ما هو المؤثر اللي بيطلق هذا الإحساس بالجوع، وبالتالي طبعا أي شيء أنا ضد إنه إحنا نمنع الأشياء الطبيعية في الجسم إنه تقوم بوظائفها، ولكن نقدر إحنا بقراراتنا من أنفسنا وبعزيمة انه طبعا نتقيد بتغيير سلوكنا الغذائي وعمل نظام متبع يومي لانتقاص الوزن. شكرا لك دكتوره ايمان الايوبي، اخصائيه التغذيه ورئيسه قسم التغذيه في جمعيه تعزيز الصحه، كنت معنا عبر الهاتف من جده، شكرا لك.